هو اللي عنده الكتاب هتلاقي الحاجات دي موجودة عندك كتاب صفحة 23. ما عندكش الكتاب، بص معايا على اللابتوب معايا وخلاص، يا ريت كله بص معايا وخلاص دلوقتي وبحل لوحدك في البيت. يعني هنحلهم هنا وانت بحلهم في الكتاب لوحدك تاني. يعني موضوع الكتاب ده فرصة حلوة ان انت تحل معايا وبعد كده ارجع حل لوحدك تاني. يلا، هاني couldn't answer the phone. هاني ما قدرش يرد على التليفون. Because he not a shower. Because he was having a shower. Was having. جدع يا عبد الرحمن. Was having a shower. طيب كمل يا عبد الرحمن. The boy knocked the glass window. الشباك الازاز او الفاترينا الازاز. هي راحت فين الجملة؟ When he hit it with the ball. لما خبطها بالكورة. ها؟ تبقى بروك. بروك اه. Past simple. ماضي بسيط. تبقى بروك. لان ده فعل يا ولاد ما فيش فيه استمرار. حكايه الولد كسر الشباك لما كان بيلعب كوره دي ما فيش فيها استمرار، دي بنسميها افعال لحظيه، افعال ما بتاخدش وقت، يبقى بروك ماضي بسيط. طب يلا يا عبد الرحمن. When I was young. لما كنت صغير. I not by the sea. كنت عايش جنب البحر. I lived by the sea. lived. تمام يا عبد الرحمن، اشكرك يا عبد الرحمن على ذوقك. ونشوف احمد حسن. يلا يا احمد بيه. أحمد حسن. أحمد حسن اتكلم يا أحمد، أنت فاتح المايك أهو، اتكلم بقى. ألو. أيوه كده، خليك جدع كده معايا على طول. السؤال الرابع يا عم أحمد. They not to music while their mother was cooking. اتكلم يا أحمد. We're listening. تمام يا خديجة، بعد إذنك اقفلي المايك. اقفلي المايك يا خديجة، هيجي دورك وهتجاوبي. اقفلي المايك دلوقتي. It's time you not the floor. لسه شارح القاعدة بتاعت It's time زائد فاعل زائد إيه، ده ماضي غير حقيقي. يلا يا عم أحمد خلص. Swept. Swept اه ماضي بسيط. She used to not hard but now she is a lazy student. هي كانت متعودة تعمل بجد بس دلوقتي هي طالبة كسولة. Worked. Used to بيجي بعدها المصدر. Work خلاص. احنا بنهزر يا احمد، ركز يا احمد، حاجات سهلة. طيب اللي بعد احمد حسن. حبيبة، حبيبة عطا، حبيبة اقفل المايك بتاعك يا احمد. حبيب يلا يا قمر. نقعد ذا ليسن. عمرو ميد لاود نويز. اثناء الدرس عمرو عمل دوشه. During. تمام يا قمر. At the age of seven my parents knocked me to Jordan. توك. تمام. انت صوتك عامل زي بنت اسمها هيا كانت معايا السنه اللي فاتت، حتى الاكسنت بتاعتك شكلها هتبقى زيها. At the age of seven في سن 7 سنين he not a prize of a drawing for a drawing of an animal. Was given. تمام excellent. هو أعطي جائزة، دي مبني المجهول، أعطي جائزة على صورة حيوان. تمام برافو عليك. تمام يا حبيبة. هاجر شرقاوي. هاجر. تمام حضرتك يا مستر. يلا يا قمر. Someone phoned me. واحد اتصل بيا while I not the dinner. وانا بطبخ العشاء. Was cooking. تمام يا قمر. طيب while my car not I went shopping. وعربيتي بتتصلح انا رحت اتسوق. While my car was being mended. تمام يا قمر، ده ماضي مستمر مبني المجهول was being mended. انت عسل. طيب while my mother was doing the washing up. وامي بتغسل المواعين. my baby sister كانت اختي الصغيره يعتنى بها. Was being looked after. تمام ايه العسل ده، البت هاجر دي عسول. طيب تمام يا هاجر. جانا يلا يا جانا. I knocked him a few days ago. So تمام ماضي بسيط. He not need much sleep but he does now.
هو ما كانش متعود ان يحتاج نوم كتير، بس دلوقتي هو بيحتاج نوم كتير. didn't used to. تمام. not used to play with dolls. هل انت كنت متعود تلعب بالعرايس؟ did. تمام يا جانا، برافو عليك. طيب اللي بعد جانا هنسمع خديجة. يلا يا خديجة. خديجة مش يفتح. اه انا سامعك يا خديجة، سامعك كده، اتكلمي. while he was finishing one story، وهو بيخلص قصة. he thinks ولا is thinking ولا was thinking ولا has thought of another one، بيفكر في القصة اللي بعديها. صوت؟ لا، هنا يا خديجة الفعلين مستمرين قصاد بعض. هو بيفكر بي... أه؟ was thinking. was thinking. ماشي يا خديجة. طيب my last email، آخر ايميل ليا نقط to six people، عايز أقول اتبعت لست أشخاص. دي ماضي بسيط مبني للمجهول. was sent. تمام يا قمر، was sent. طيب when she not seven she wrote a poem which won a prize. لما كان عندها 7 سنين كتبت جايزة، كتبت قصيدة فازت بجايزة. was. تمام. طيب تمام يا خديجة، نقفل المايك بقى ونشوف مريم سامح. مريومة القمر، يلا مريومة. she not poetry for 7 years but now she writes novels. wrote. اه ماضي بسيط. this film not by Thomas Wilson. الفيلم ده اخراج توماس ويلسون. was directed. was directed. تمام، ماضي بسيط مبني المجهول. آه، احنا شرحنا الماضي البسيط والماضي المستمر وحلينا عليه. الدنيا حلوه يا اولاد، جميله زي الفل، ولا في حد مش فاهم حاجه، ولا حد زعلان مني، ولا حد مخاصمني، ولا ايه حكايتكم؟ كله تمام؟ لا. تمام. طيب اللي تصلوا ونرجع نكمل ولا نكمل على طول؟ لا نصلي يا مستر. نصلي. طيب اللي يا مستر انا عندي درس، عندي درس فهناخد وقت. بصي يا حبيبتي، احنا ميعادنا هيبقى ثابت. معادنا كل يوم اتنين، ده الجروب الاولاني. الجروب التاني لسه هيتعمل، هيبقى يوم التلات. احنا معادنا الجروب ده الاتنين الساعة 6، محدش يحط اي درس في الميعاد بتاعي ده اولا. ثانيا انتوا هتعرفوا الكلام ده بعدين. العيال اللي بتحضر معايا بيروحوا مسميين اليوم بتاعي يوم الانجليزي، بيسموه اليوم العالمي للانجليزي. الانجليش حاجة ما ينفعش احط معاها درس تاني في نفس التوقيت اولا. ثانيا التجارب اللي فاتت، الكيمياء والفيزياء والاحياء، ضيعوا العيال في السنين اللي فاتت، ما بقتش هي المواد اللي واو. لا، ده انت لو بصيتي على المجاميع كلها، العيال كلها في الثلاث مواد دول 30 35، اشطر واحد جايب 35. معظم العيال كلها 70% معايا جايبين 30 في الفيزياء والكيمياء والاحياء، يعني واخدين درجات ترقى عشان ينجح. يبقى اللي بيسند المجموع دلوقتي هو الانجليزي والعربي والحاجات دي. فما بلاش نحط ماده ثانيه في نفس اليوم. عايز عندك درس حضرتك على عيني وراسي، اطلعي من الميتنج من غير ما تقولي لي، وبشوف الجزء اللي فاتك مسجل، انما ما تقوليش في وسط الحصه انا عندي درس خالص، ما حدش يقول الكلمه دي نهائي. كلامي مسموع؟ أنا انت حضرت معانا، اهلا وسهلا بيك، بحبك وبموت فيك، لكن ما تجيش في وسط الحصه تقول علي درس. عليك درس اطلع من غير ما تقولي، او ما تحضرش خالص براحتك، ما فيش مشكله عندي، لكن وانا شغال لا. كلام مفهوم يا شباب؟ هناخد فاصل 10 دقايق ونرجع نكمل. اللي عايز يصلي، عايز يعمل حاجه يعملها ويرجع لنا. اتفقنا يا شباب؟ تمام يا مستر. تمام.